من هو الصحابي الذي وصفه النبي بأنه أحد الأواهين؟ اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه. هكذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بعد أن وضعه في لحده الذي حفرته سواعد الصحابة الكرام. فقد أسلم هذا الصحابي الكريم في عمر 16، وتوفي وهو في 23 من عمره، ولكن قصة إيمانه تتلخص في 7 سنوات فقط نال بها شرف رتبة رضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما قصة هذا الصحابي الجليل؟ كان شابا ثريا، توفي والده فكفله عمه الذي كان بالغ الثراء فجعله يعيش في رغد من العيش ورفاهية لا يعيشها أقرانها. وعندما بلغ 16 من العمر تزامن هذا مع هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة، فكانوا يمرون على مدينته، فشاء القدر أن يلتقي بهم عبد الله، وكان في هذا الوقت يدعى عبد العزى المزني، فعرضوا عليه الإسلام فرق قلبه وشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله، وبدأ يتعلم من الصحابة الذين يمرون على بلدته القرآن، فكان يتبعهم سيرا على قدميه ليسمع منهم القرآن. وحينما يبتعد مسافة 10 كيلومترات أو أكثر عن بلدته كان يعود، وحينما يمر الصحابة ثانية يتبعهم ليتلو عليهم ما حفظ ويحفظ جزءا جديدا. وهكذا تعلم هذا الصحابي الجليل القرآن سيرا على قدميه، وهو المدلل المرفة الذي كان يركب أفضل الجيادة. وقد أخفى إسلامه فترة حتى لا يأذيه قومه، ورفض الهجرة قبل أن يعرض الإسلام على عمه، لأنه لم ينسى فضله عليه وأراد أن يأخذ بيده لله ورسوله. ولكن عمه غضب منه غضبا شديدا ورفض أن يسلم، فحاول معه عبد الله مرارا وتكرارا، وأصر عليه كثيرا بأن يسلم، لكن عمه أعماه الغضب وجرده من كل الأموال والمتاع التي أعطاها إياها، حتى أنه مزق ما كان يلبسه عبد الله من ملابس حتى لا يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار شبه عاري. وذهب بعدها إلى أمه، ولما رأته على هذا الحال قطعت بجادا لها إلى قطعتين، وهو كساء غليظ جاف، وأعطته إياه ليستر به نفسه، فاعتزر بواحدة وارتدى واحدة. إنه الصحابي الجليل عبد الله ذو البجادين الذي هرب من عمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصل إلى المسجد في السحر ونام بالمسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد الناس، وحينما مر بالمسجد رأى عبد الله وهو يلبس البجادين، فسأله صلى الله عليه وسلم قائلا: من أنت؟ فقال الصحابي: أنا عبد العزى. وحكى الصحابي الجليل حكايته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول الكريم: بل اسمك من الآن عبد الله، ولقبه بذو البجادين نسبة لما كان يرتديها. وقال له رسول الله: إلزم بابي. فلزم باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إيمانه حقا، فدائما ما كان يرفع صوته بالقرآن والتسبيح. أما عن قصة استشهاده فهي لا تقل غرابة عما مر به في حياته، ففي غزوة تبوك وأثناء خروج النبي صلى الله عليه وسلم معه قال ذو البجادين: يا رسول الله، ادع لي بالشهادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حرم دمه على الكفار. فقال ذو البجادين: يا رسول الله، ليس هذا ما أردت، إني أريد الشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست كل الشهادة بالموت في المعارك، فإذا أصبت بالحمى ستكون شهيدا أيضا، ويشاء العلي القدير بعد أن أقاموا في تبوك أياما أن يصاب ذو البجادين بالحمى فعلا كما قال رسول الله.
وتوفي الصحابي الجليل وهو في ريعان الشباب، فحفر له الصحابة قبرا ونزل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلحته، وبعدها أنزله أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: قربا لي أخوكما برفق، وتناوله النبي منهما بكفه الشريفة وأسكنه في لحده. ثم قال رسول الله: اللهم إني أمسيت راض عنه، فاللهم ارض عنه. حينها قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا ليتني كنت مكانه، وقد أسلمت قبله 15 عاما، لكني لم أنل دعاء كهذا. وهكذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل الذي أسلم في عمر 16 وتوفي في سن 23. والعجيب أن قصة إيمانه تتلخص فقط في 7 سنوات نال بها شرف رتبة رضا الله ورسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.